الملك ملك هي صبية خضعت لكثير من عمليات التجميل. أهلا وسهلا فيك ملك، تفضلي. ملك قد ايه عمرك؟ 33 سنة. 33 سنة العمر كله. وي. بأي عمر بلشتي تعملي تجميل؟ العمر اللي اكتشفت فيه انه في عملية تجميل. يعني؟ مبدئيا كان عمري 19 سنة. 19 سنة بلشتي تعملي تجميل، شو كانت أول عملية تجميل عملتيها؟ يلي هو الإجراءات البروسيدور الخفيفة مثل البوتوكس. كم عملية صرتي عاملة ملك؟ فوق العشرة؟ 10 يمكن أول سنتين ثلاثة. أوف. تقريبا بال 36 36 عملية. أنت لما تروحي عند طبيب التجميل أنت بتقولي له شو بدك أو بتتركيه هو يقول لك إنه عندك هيدي المشكلة وهيدي المشكلة وهيدي المشكلة؟ هو درس 10 سنين طب عام وخمس سنين تخصص طب جراحة بلاستيكية لحتى يسمع شو جاي يقول له أنا. ولحتى يقول لي هل شي اللي عم يقول له إياه موضوع قابل يصير أو منه قابل يصير. بيقولوا إنه عم يفقد لنا عم بخلينا نفقد هويتنا الشخصية، عم يصير كلنا منشبه بعض. أوكي. أنت ما بتحسي حالك بتشبهي كثير من النساء؟ إذا شفتي حدا بالكون بيشبهني بوافق الرأي. طب أنت هالقد أحسن مني أنت مرتاحة هالقد بسبب إنك عاملة عمليات تجميل أو لا؟ لا لا، عمليات التجميل مش هن عملوا لي ثقتي بنفسي، أنا عملت أبجريد. أبجريد لشكلك؟ إيه لشكلي. كثير ناس بيشبهوكي بالفنانة النجمة اللي بنحبها كثير يارا. حدا قال لك تشبهي يارا؟ بتحبي؟ هيدا هدفك؟ لا اكيد بتجنن هي بس انا بحكم نفسي. ملك انت اليوم راضيه عن شكلك الحالي؟ جدا. لما ملك كنت شاب كنت رجل. اوكي عفوا. اوكي كنت راضيه؟ انا صار لي ساعه عم بعمل هيك. انت حسيتي؟ ايه دغري. ملك أنا انت سألت السؤال انا و انا كتبته انا سوا. انا كتبته إيه؟ انا كتبته هون. انا سالته شب ولا بنت؟ ايش ايميل بدي اسال هذا السؤال؟ نفس السؤال طلع انا وياه. انا طلعت فيها أنا لقيت انه ما في شيء اوفر يعني وين التجميل؟ الدريير واضحه. اوكي بس انه كوج كثير متناسق وما في شيء اوفر. حسيته شيء غلط؟ حسيته انه في تريك في سر بالموضوع يعني. حسيته انه ملك امراه ولا شغله وحده بس؟ الستراكشر تاعه اتس شوي ميل الصوت شوي بس بدي اقول لها شغله برافو عليك يور اوت اوف ذا بوكس يعني شابو انا فورمي خلي جنان كمل فورمي هيدي السايكولوجي اللي مرقت فيها لحالها ترانسفورميشن السايكولوجي بدها قدره يا عم اسمعني سعيد شو بدك تقول ما بفيني اسمع لا انا عم بقول رايي نحن بمجتمعنا ناقصنا بعد ينقص مننا ما بتعرف كيف 70% شو هل شو خص هيدا خليني احكي هيدا شيء برا الموضوع 70-75% نسبة الإناث بمجتمعنا سعيد إذا كانت رجال وغير راضية عن نفسها وإجا ناقصنا رجال ينتقلوا يصيروا يتحولوا ولأسباب طبية يا عم ارحمونا لا ما خلص وفوق هذا وكله بعد بدكم تشارعونا ليش منخول وليش النسوان ما خلص يا عم في اشياء طبية طب ما هذا مش كذب وغش عفوا يعني أنا ما قصدي هيك شو ظروفها وشو الباك جراوند مش كذب وغش هيدا ما عليك لحظة سنينة فيها تجاوب؟ انت عم تحكم وبتقدر تجاوب عبر انا اذا بدي اكون انا اعتبر حالي ظاهر مع انساني على اساس شوي طب ما انا بصير عندي صدمة نفسية طب هيدا مأذي للمجتمع في قصص بقدر رد عليها وفي قصص ما بقدر رد عليها اللي قالها خيي وحبيبي سعيد لا مش حبيبي خيي ما تكونش لا اللي بفكر هيك ما تقول له حبيبي انزعجتي ما تقولي لي حبيبي ولا قال لي حبيبي انزعجتي نعم راح هذا كفر عفوا عفوا يا سعيد هذا كفر هذا كفر سعيد ما بتعرف سعيد بيسألوا سؤال وبتمنى يجاوبني بصراحة لمين السؤال مش الرجال رجال مش الذكر في كثير ذكور عنا كثير شو بدك تقولي له؟ اعطيه يعني ناقصنا رجال زيادة أنا هالمشكلة عم بعاني منها وتؤرقني كثير ملك بس بدي اسمع داليا شفتك فريتي شوي يعني تفاجأتي يمكن احنا يعني بالعراق شويه يعني عندنا يعني هاي الاشياء شويه قليله بس بالتالي هي حره قليله بس بالتالي انه هي حره وكلش حلوه ونهائيا اني مو ضد ومع الحريه الشخصيه وهي حره بحياتها نعم نهائيا ما لي حق اتدخل يعني لا لا شو لا
هلا ما عين اعطيني 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 بدون تشجيع شخصي. لا انت لما ما بجرح معروف عني ما بجرح، بعطي رايي وهيدا حريه تامه. نعم. اول شيء اكيد يعني مجهود جبار يعني واو نجاح. انتوا يعني بتعرفوا المشاكل النفسيه يعني او الحاله النفسيه اللي فرقت فيها يعني. ما حدا بيفوت بهيك مشروع اذا منه عنده مشكله ومقتنع فيها. لا لا طيب خلينا نكمل جاي لعندك، بس خلينا نكمل هالنقطه وهي جاي لعندك. مجهود جبار وبرافو برافو للحكمة. لا برافو على الشخصية القوية وقدر قدرت انها توصلنا انه عن جد انه هي. ليه عم ترجع تقول قدر؟ انت رافضها كامرأة؟ رفضتها هلا بعد ما عرفت؟ امرأة؟ انت لما دخلت طلعت فيها كامرأة، هلا اليوم ليه ما بدك تحكيها لما كامرأة؟ لما قعدت ممكن لاسباب طبية والدين احيانا بنظر بهيدا الموضوع. برجع بقول لك اياها قلتها باول حلقة، نحن مجتمعنا معلش يمكن انا تقول عني انه انا رجعي، مجتمعنا شرقي حتى الدين وحتى مجتمعنا في حالات ينظر في بعض الحالات ويعطي الحق للانسان انه يغير جنسه بحال كان في اسباب موجبه، في حالات طبيه اسباب طبيه. بدي اقول شغله اخيره، نحن بدي اقول شغله اخيره هي عنا، هي انا شفت كثير حالات هيك بلبنان وبالدول بالعالم العربي. نعم اول مره بلاقي حالي محترمة يعني. جدا اوكي في بس هيدا تنميط، هيدا تنميط حكم على المتحولين. حلو مش اوفر رياكتيف. شفتها امرأة مكتملة الأنوثة؟ شفتها امرأة فيها أنوثة؟ بصراحة ايه غشني اول شيء غشتني. جورج انت كنت بدك تعلق على موضوع يعني الكل تفاجأ، انت تفاجأت كمان؟ لا ما تفاجأت، انا بعرفها لملك من قبل وقاعدين عادات وحاكيين كثير انا وملك من قبل، بس كنت عم اطلع على الكل تشوف الرياكشنز وتشوف كيف رح يتفاعلوا مع الموضوع. ايه كيف لقيت؟ ولقيت انه في شويه في قصص رواء كانت وفي قصص كان في شويه مبالغه فيها. نحن بالنتيجه مش عايشين ورا الخسه بقى، لا هون ولا بالعراق ولا باي بلد، كل العالم مكشوف ونحن ببرنامج اسمه 18 بلس. هيدول الكيس موجودين وين ما كان، اوكي؟ ونحن منا الله على الارض لنحكم على كل حدا هو لا عمل هيك، ان كان حاله طبيه ولا مزاج ولا شو ما كان، اوكي؟ ملك انا قاعد وحاكي مع حاكيين باحاديث يمكن مع رفقاتي اللي بعرفهم صار لي كثير زمان، ما فتنا هالقد وتعمقنا باحاديث لساعات طويله، اوكي؟ ما تبكي ملك. وغسان لحظة ما تبكي ملك، لا ما حأبكي لأنه أنت قوية. نو لما أبكي على حدا ضايقني عيب، بس لما أنا أبكي تأثرا أنا إنسانة زيادة، إنسانة بلس مش إنسانة عادية. لا أنت ذكرني أنا قاعدي دم صديقة. كنت تبكي لما تخبريه لجورج؟ عفوا جورج بدي أقول شغلة إنه عم ببكي إنه قديش أحيانا في شيء بنشاف في شيء ما بنشاف. وجعك مش لازم يشوفوه، ما بيحق لك يشوفون يفرجوني وجعهم، فرجوني وجعي. ما حدا بيحق له مكان يمنعنا كيف تكون. بس انت انسان فيك تنوجعي وفيك تفرحي وفيك تضعفي وانت كمان مسيره ومخيره. انا سيده حره مستقله، انا محكمه بكل شيء بدي اياه بحياتي لاني انسانه صاحيه وواعيه. مع احترامي للكل واحترامي لإلها، انا شفت مشي دلع بنت. نعم قعدت مره كيد مره كيد مرة إيه؟ شفت الكيد؟ دلع بنت بتدلع، بس أنا اللي صرت أعمل هيك وهيك وهيك. شو اللي حيرك؟ صوت، سألت على صوت وعدي رجعت طلعت أنا شيء. شغل لي بالي الصوت إيه؟ طلعت لي أنا قصداً إيه، بس تعرفي هون شو فيه؟ هون في وجع، في إنسان. أنا هول الأشخاص بحبهم، بتعرفي ليه؟ لأنه هيك أنا عندي أصحاب هيك، بتعرفي ليه؟ أكثر من البنات وبقولها قدام الكل لأنه هول ما بيغاروا.